يا انسة يا استاذة، انت حضرتك ايه اللي جابك في المكان المقطوع ده لوحدك؟ ممكن حضرتك تعديني؟ اه طبعا ممكن احدك. اتفضلي. خلي بالك عشان قدامك رصيف. ايوه تمام. انا كان في حضانة على اول الشارع كنت عاوز اروحها. ماشي قدامك يا عيني، بس انا عايز اسأل سؤال، وانت حضرتك كنت في المكان المقطوع ده بتعملي ايه؟ طيب هعرفك بعدين. هي استاذه الحضانه اللي انت قلتي لي عليها، خلي بالك عشان في حوض حوض. ايوه كده. يلا يا رودي، اخرتي في الحضانه، اخوكي جعان في البيت. لا يا ماما، مش عايزه اروح، اخويا بيفضل يضربني. ده بيحبك يا رودي. لا مش يا استاذ. يا استاذه حضرتك، انا عايز اعرف بس، وانا مطلوب مني حاجه تاني؟ معلش بس اخر طلب. في شجره قدامك صح؟ فعلا في شجره هناك. تعالى ويس. لسه؟ تعالى ويس. كسب. يوه، من واحنا صغيرين وانت بتضحك عليا وتجيب الرد. عارف ليه؟ ليه؟ انت ذكي. انا ذكي؟ ما انت برضو اللي بتضحك عليا كل مره وتدخلي على الرد وانا ما ببقاش واخد بالي. يا استاذه الشجره اهي، رحت فين؟ طب وديني عندها. اتفضلي يا استاذه، خلي بالك، انت قلت حضانه وديتك شجره وجبتك اهي، وانا ما اعرفش عنك حاجه، انا مرعوب منك. معلش اخر حاجه واحكي لك كل حاجه. وصلني البيت بس. اتفضلي حضرتك. ده من 5 سلالم مكسرين. ايوه هو ده البيت. البيت صح؟ الحمد لله على السلامة. انا بجد مش عارفة اشكرك ازاي. على ايه؟ احنا اخوات يا استاذ. شكرا جدا. فضل. سلام. ايه ده؟ ده نسيت تقول لي حكايتها. يلا. ايه ده؟ التليفون بتاع. يا استاذة. يا حاجه بعد اذنك. ايه يا ابني؟ في انسه صغيره في السن كده لسه طالعه ما شفتهاش. مفيش حد اللي انا في البيت هنا يا ابني. مش حد ازاي يا استاذه؟ يعني بقول لك في هي دي. هي هات يا ابني، دي بنتي، دي ميته، دي لها 3 سنين. ايه؟